تقريبا سائر نحو دوري المجموعات. ان شاء الله كيف كيف التأهل بعد شويه للسي اس اس، المقابله تبدا الستة، باش نتابعوها اكيد مع زميلنا فاضل بوجناح، كما ايضا باش نتابعوا مقابله الدفعه الاولى من الجوله الثانيه للبطوله. ضيفنا في حصتنا اليوم هو مسير تقريبا كنا نحكيه حتى في الكواليس، خدم 30 سنة في واحد من أعرق الفرق التونسية، واحد من أكبر الفرق في تونس، الترجي الرياضي التونسي، 30 عام تقريبا إذا كان دخلتوا في صفحتنا في فيسبوك راكم عرفتوا بطريقة. ضيفنا اليوم عديد الألقاب، النجاحات، التتويجات، وأيضا لما لا حتى بعض الخيبات كما كل مسؤول أكيد، وفق في حاجات وما نجحش في حاجات أخرى. اليوم ضيفنا بدين التلمساني تقريبا خبرة كبيرة موجود معنا في البلاتو. سي بدين أهلا بك. مرحبا بك ومرحبا سمعي. شنو حوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله. فقط تقرب لي شويه الميكرو، ظهر لي ماهوش مقلوب به. اول سؤال يجي لذهن اي حد، علاش بعيد اليوم على الترجي، بعيد على الكوره شويه؟ تقريبا المسؤولين اللي فيه تقريبا في خبرتك انت نحتاجوهم اليوم في كرتنا ولا مو بعيد؟ باعتبار اللي كل واحد يجيب حجر اللي ديفيس نتاع الترجي. انا تو كما كنت تقول سيادتك معناتها 30 سنه عملت اللي عليا، اجتهدت، اصبت في بعض الاحيان ويمكن لم اصب في بعض الاحيان، الحمد لله. معناها كانت اجمالا المسيره موفقه بشهاده الناس الكل، الحمد لله. نخلي توا الناس اخرين واسمعوا، الترجي هي معناها ماكينه يتداولوا عليها مسؤولين بدات من قديم الزمان، والحمد لله توا هاي بأيادي آمنة وعلى رئاسة سي حمدي المدب. في الأغلب تعتبر روحك أخفقت ولا نجحت في مهمتك؟ والله إجمالا الحمد لله راضي معناها. أي باهي، تخاف منها في العودة وإلا صحيح بعدت بعد؟ لا كحو، أنا قريب من ترجي، هي عائلتي، ما عندي حتى مزية، أنا معانا فهمتني، وحمدي حبيبي وقريب معناه وديما معناه باتصال معاه. فما تواصل بيناتكم اليوم؟ اي بطبيعه الحال، ما عندنا حتى شيء اللي هو، وكل مره كلفني بمهمه قمت بها. اخر مهمه كلفك بها شنو؟ وقت لي جون عملت عام مع لي جون. نسخايب دوتي تاع بعض نجيوها لي جون. خلينا نرجع بك شويه للتاريخ، نحيي وتنشطوا شويه الذاكره، كيفاش دخلت للتسجيل في الترجي؟ والله بديت كما كنت نقول لك تو مدة 35 سنة كرئيس فرع السباحة في الترجي الرياضي. كانت عندنا في فترة سليم شيبوب، هذايا في فترة سليم شيبوب. تتفكر عام قداش؟ أول التسعينات هكاك باهي، نقول أول التسعينات. نسيت طلبت بك المدة برافو. إيه باهي. ثم كنت قريب لسليم شيبوب، ربي يفرج عليه ونحييه من المنبر هذا. قعدت نعاون فيه في بعض الحاجات بدون ان عندي حقيبه ولا بدون ما عندي مسؤوليه قاره، كنت في بعض ديما معناها في الحديقه وكنت نعاونه برشا وعملت اللي عليا، والحمد لله في بعض الانتدابات في بعض الحاجات اللي كان يعطيني معناها باش نقوم بها. دوسيات انتدابات كنت لها بهم انت؟ ثم حاجات معناها كنت نعرف برشا مسؤولين كيما دوسي مراد المالكي، كنت معناها نعرف رئيس الجمعيه وقتها ونائبه وقتها، معناها مشيت لهم وقلت لهم باش انتدبنا مراد المالكي وجدي بوعزي وغيره. الباساج من شيبوب لعزيز زهير كان صعيب في ترجي بعض السنين اللي قضاهم شيبوب؟ لا كان باساج عادي. هو معناها الفريق اللي شد بعد سليم شيبوب بإعاز من سليم شيبوب بنفسه، معناها هو اللي اقترح معناها باش يكون رئيس الجمعيه عزيز زهير ونائبه. سليم شيبوب اقترح باش يكون عزيز زهير رئيس الجمعيه؟ اي، ونائبه معناها نبيل الشايبي، وحتى الفريق الكل اللي شد إدارة الترجي كان باقتراح من عنده هو. علاش ما يتقال ديما كلام اللي شيبوب ما حبش عزيز ينجح في الوقت هذاك، وحتى تقال كان فما خلافات بيناتهم الزوز؟ يصعب عليا باش نصدق كلام كي من هكا، وهذا كلام مردود على الناس اللي روجته. لكن كيفاش معناها سليم شيبوب بعد كل مسيرة وبعد نجاحات وسليم شيبوب ولد الترجي معروف علاقتهم ماهيش باهيه برشا في الوقت هذاك خاصه. شكون وشكون؟ عزيز زهير وسليم شيبوب.
لا شوف، ثم حاجات ساعات بقت على نظر على سيم شبوب، ثم ناس يجي وحبوا يفرضوا على رئيس الجمعية حاجات اللي هو مش مقتنع بها. ما نقصدش في سليم شبوب، لكن يلزم سليم شبوب، لازم الرئيس الجمعية هو اللي ياخذ القرار النهائي، خاطر هو يتحمل مسؤولية في النجاح او في الاخفاق. علاش حكيت الحكايه هذه؟ شكون في شكون تقصد بالضبط معناها؟ مش حتى حد، برشا ناس يحبوا يتداخلوا معناها. شوف احنا ساعات معناها نخلطوا ما بين المحب والمسير والرئيس الجمعي. يلزم المحب عنده مهمه وانه يشجع الفريق ويساند الهيئه المديره نتاعو، وما يلزموش يتداخل في كيما رئيس الجمعيه ما يتدخلش في امور التقنيه نتاع الفريق. ثم ممرر، لان كان مش ندخل انا، نقول معنا نقول مسؤول داخل في التكنيك نتاع اللاعبين اللي يلعبوا في الفريق، وقت ما عادش تنجم تحاسبوا انت على النتائج باعتبار اللي انت هو اللي اقترحت عليه بعض الحاجات. نفهم من كلامك معناها فما شكون حب يتداخل في علي الزهير في الوقت هذاك معناها؟ برشا ناس يحبوا يتداخلوا باعتبار يقول لك انا عندي فكره خير وكذا وكل شيء، لكن هو ما معناه هو علي الزهير ما حبش معناه هو انه حد يتدخل له معناه، خاطر هو باش يهز الفاتوره في الاخر، فهمتني؟ والحمد لله وفقوا ربي وهز الثنائي فك العهد هذاك، ومعنا ما نقولوا ما نزيدوا. قلت لي حكيت على الدوسي اللي وثقت فيه مراد المالكي، نجم نقولوا فما دوسي نتاع لاعب كان مهم برشا باش يجي الترجي وقتها، كان في رايبور في المانيا، فهمت؟ اكيد نحكي على امير العكروت. شنو صار في الدوسي هذاك؟ امير العكروت صحيح تحدثت معه انا شخصيا، لكني في الاثناء كانوا عندنا عده مهاجمين اخرين، كي حكيت معاه انا شخصيا ما كنتش مقتنع بامير العكروت، وامير العكروت مشى وقت النادي الافريقي. على حكيت معاه مال؟ حكيت معاه باش نشوف شنو هي معناها مؤهلاته، شنو اللي طالب، شنو اللي فينا الموضوع. ماكش مقتنع به فنيا والا في فلوس طلب برشا شنو بالضبط؟ والله بصفه عامه هو مش فنيا هو قيمه ثابته امير العكروت، ويظهر لي عمل ان باساج معناها في النادي الافريقي محترم، فهمتني؟ انا اعطيت معناه راي رئيس الجمعيه، وهو في الاخر اخذ القرار نتاعو. معناتها طلب منك باش تفاوض مع امير العكروت، انت قلت له تفاوض معاه شو برشا عده لاعبين، امير العكروت وزهير الضوادي، برشا لاعبين انا تفاوضت معاهم. اي علاش ما تموش معناها صفقات من النوع هذا؟ باقي ما قلت لك امير العكروت ما كنتش مقتنع، زهير الضوادي في وقت من الاوقات صحيح كنت تقابلت معاه هو وتقابلنا في سوسه، ما حبيتش نمشي للقربان خاطر عاده ذاك اقل عيني يعرف فوالا، جا هو خالو في القنطاوي وتقابلنا وحكينا. لكن في الاثناء كان عندي اتصال ببوشروان، باهي خليت الزوز محلولين مشيت وقتها للدار البيضاء، و باش حضرت مقابله المغرب ضد يظهر لي ايكيب افريقيه، يظهر لي كان سنتر افريك ولا حاجه كيما هكا. الحق تاع ربي اقتنعت بوشروان وسالت عليه ولقيته هو، حكيت معاه جا للوتيل، فضلته على الذوي، جا للوتيل اللي احنا انا فيه وقتها، لقيته معناه ريبون تو لي كريتير معناها اقتنعت به. الزوادي وقتها كان يحب يجي للترجي وقتها؟ ايه انا من الاول بكل المحادثه بتاعنا كانت مع زهير الزوادي. ايه هو كان يراغب معناتها في الترجي، ما حبتش اختارت بوشروان هكا؟ مش ما حبتش، مش ما حبتش، احنا فضلنا معناه بوشروان، كنا معناها ثقنا ببوشروان ويظهر لي معناها الناس الكل شافت معناها القيمه بتاع بوشروان وعمل المسيره باهيه مع الترجي. هو اختيار وما تنجمش هكاك، يمكن ساعات الاختيار نتاعك يكون صعب ساعات. لا نرجع بك للعكروت مثال، هل صحيح ان وقتها فما شكون مسؤول كبير في الفريق ظهر لي حمادي بوصبيع هو كلم حمد المد قال له خليهونا؟ يثم شويه من الحكايه،
هي شنو شوي فما نفهمش شويه كيف شوي شوف هي علاقتنا مع سي حمادي بوسبيع راهو علاقه ممتازه للغايه. وكلمني وقتها سي حمادي قال لي راهو هكا وهكا وكان باش تاخذوه مبروك عليكم كان من هذا كل شيء خلينا ناخذوها احنا خاطر ما تعرف اللاعبين يتزايدوا يقول يمشيوا مسؤول يفوضهم يقول راهو ترجي اعطاني كذا. حب يسال اسكو صحيح ولا نعرفها هذه معمول بها هذه الشيء هذا معمول به باش تراعوا سومو تراعوا سوم. انا قاعد كل شيء مشيت وقتها انا رئيس الجمعيه قلت له اسمع انا عندنا بديل معناه ومقتنع به وكذا كل شيء وانا سي حمادي وقتها كان البديل نسيته نسيته يظل افريقي ما شو من وقتها مش مشكل باهي هي كمل قلت لي سي حمادي شبيه فهمتني خليه وكذا كل شيء مشيت قلت له اسمع ما نعملوش الدوانه مع سي حمادي راه سي حمادي خونا وكذا وعلاقتنا طيبه وكذا وكذا قال لي عملت مبروك كلمت سي حمادي قلت له راهو هزينا يدينا على العكروت مبروك عليكم. معناتها في تو العلاقات بين الكلوب والاسبيرونس كانت علاقات شوف تو هي توترت العلاقات برشا ما كانتش العلاقات هكايا معناها صحيح كنا معناها ثم ساعة ونص لاعب تفصلنا اما بعد علاقة انا اغلب اصحابي أنا من النادي الافريقي وما عندي حتى مشكلة ما كانش عندنا ساعة ونص تفصلنا مبروك على اللي فاز وحظ اوفر للي يخسر. مسيرة طويلة اكيد كما كنا نحكيو 30 سنة اكيد عرفت برشا ملاعبية كيفاش كانت علاقتك باغلبهم ملاعبية؟ طيبة برشا شوف يعرفوا اللاعبين وانه ثم حاجة لا جدال فيها هي سمعة الترجي وأنا يظهر لي معناها مش أنا بركة معناها المسؤولين اللي تداولوا من عهد بكري إلى يومنا هذا يعرفوا اللي ثم مهمة باش يقوم بها لاعب ولا مسؤول ولا رئيس ولا مسير هو الارتقاء بالترجي إلى مراتب. فما لاعب يبدو أنه كانت علاقتك به مش باهية برشا مؤخرا عملت فيديو نحكي على احمد الحامي عاد شفت الفيديو ولا والله ما شفتهاش الفيديو بون نعاودك العباد اللي تسمع فينا قال كلام تاع اتهامات نتاع سمسره خاصه اللي كنت وماهر الكنزاري حبيتوا تخرجوه ومترجي وقتها بتجيبوا ملاعب اخر شنو ردك على الكلام هذا اسكو ما شنو صحيح فيه من غلط ربي يهديه احمد الحامي صارت في وقت من الاوقات هكا معناه ولا هو ما عادش لاقي معناه مكانه في الترجي وتعرف لاعب كي ما عادش يلقى مكانه في الترجي يبدا يلوش في تبريرات وحاجه زي كذا انا ما عندي شيء ضده. شنو صار وقتها؟ اسمع سي حمدي اسمع فهمتني وهكذا وانا ما قلتش سي حمدي اسمع بسلوكه معناها خرج يصهر حاجه هكا من نوع هذا وانا ما وصلتش ما قلت حتى كلمه ما حبيتش نزيد نوتر العلاقه على خاطر وقتها احنا معناها نخوضوا في مقابلات تلو الاخرى ما عرفتش كيفاش سمع سي حمدي ماشيين في الستاج فهمتني هو جا طلع قال اهبط من الكار وكذا كل شيء وخرجوا من المجموعه هبطوا من الكار معناها اما انا وقلت له حميته وانا ما عنديش عداوه راهو علاش فيزيك انت بالذات وماهر الكنزاري والله لست ادري يمكن ما حبش والله ما نعرف قال عملتوا مجلس تاديب وقتها هو حب رئيس النادي اكيد نعم مجلس تاديب كي يكون معنا لا مش هذا سؤالي انه علاش وقتها حب رئيس النادي يحضر في مجلس التاديب ما حضرش فيه وقتها ما حضرش رئيس النادي واحمد حب رئيس يكون حاضر معناه ما تجيش رئيس النادي مجلس التأديب مشيش كل ما نحضروش الرئيس في كل حاجه الرئيس عنده مهمه معينه يجيش ثم مجلس التأديب ثم رينو تكنيك ثم حاجات يحضر فيهم الرئيس وثم حاجات ما يحضرش فيهم معناه مش عنده الحق يحضر بطبيعه الحال اما ثم مجلس التأديب يحضر فيه رئيس الفرع قائد الفريق واللاعب اللي معناها كذا كل شيء وريسبونسابل جوريديك كذا 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 ومن بعد في الاخر الجماعه هذوما الكل ياخذوا القرار نتاعهم
الديسيزيون كان وقتها تخلي على احمد الحامي. نعم. باهي نحكيو ايضا من الحاجات البارزه في مسيرتك المقابله الشهيره بين الترجي الرياضي التونسي ونادي حملم في يوم 8 ابريل 2010 هكا المقابله نتاع قصر 2010 ايه 2009 ولا 2010 2010 شنو تتفكر شنو قعد لك من المقابله هذيك؟ عملت معناه بوليميك كبيره مانيش عارف علاش. شنو فما علاش؟ ماتش شد احداث كبيره برشا في المدرجات، شد ماتش قص الضوء لوقت طويل، اكيد فما علاش. اي صحيح كي قص الضوء راهو ماك تعرف، وبرشا ناس تهمت الترجي قص الضوء. وبرشا كلمات قالوا عليه الماتش هذاك. اولا ماك تعرف ثم حاجه اكي بروفيت الكريم نحب نشوفه توكي نشوفه، خاطر ثم حاجات سياسيه ما نحبش ندخل فيها. كان فما حاجات سياسيه كي بطبيعه الحال كيفاش هذا كان الجمهور معناه هذا كل شيء يطفى الضوء ويخرج الجمهور تصير كل واحد وضرب ومضروب. راك الترجي سي فري كانت خاسره 3-0 اما لكن بعد رجعت المقابله وماركيت الهدف الاول والثاني. دوك احنا كنا كل متوقعين وان الترجي باش تقلب الطرح وبتفوز. فجأة اتقص الضوء. تهمون الناس وانه احنا قصينا الضوء. اولا كي نقصوا الضوء نخسر المقابلة آليا. تعرف كيف بريزيدون تخسر. فهمتني هذه حاجة. الحاجة الثانية علاش نقصوا الضوء احنا ديجا معناها رجعنا هو كي يقص الضوء معناتها مش بفعل فعل يعاود يستنى في المقابلة. علاش تخسر؟ ما تخسرش قانونيا ما تخسرش. لا 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 تقص الضوء ربع ساعة 14 فيني الجمعية اللي صار نفس الشيء مع الأولمبيك دو مارسي عهد بيرنارد تابي. لا تخسر المقابلة. أنا نتفكر حالة أنا صغير وقتها أنا ما نزلت مين فرش ماتش هوند ما نزلت مين نسيت مع شكون وقتها قصر ضو كيف نتفكر الماتش بعد كما ما خسرناش معناها عاودنا لعبنا الماتش من جديد معناها. يسمحني كيف تعاود تلعب الترجي؟ ماتش هوند كيف الفوت ولا ما لا 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 مش كيف كيفاش تعاود المقابله تعاودها 0-0 ونلعب ولا 3-2 ونواصلوا. فهمتك صعيبه شويه الحكايه. باهي شنو صار؟ شنو ما تحكيش عليه الماتش هذاك؟ فماش حاجات ما قاعدوا ما تحكيوش. ما نعرفش في اللي كوليس شنو مع شكون حكيت شكون حكى معاك. اكيد انت بيدك ما كنت مش فاهم شنو قاعد صاير ولا بطبيعه الحال مانيش فاهم. انا قاعد في المنصه وقتها مانيش فاهم الشيء هذا كله والهيجان نتاع الجمهور فجأة وكأنه معناه محضرين حاجة خلاني يقولوا أنه معناه الثورة باش تخرج من ملعب كرة القدم. خاطر كانت أمور عادية. ونزيد نقول لك حاجة أخرى معناه الماتش اللي قبل رجع الجمهور والترجي معناه كذا وجاب كثافة. انا بدي من ما لليوم ما تعرفش شنو صار لليوم ما نعرفش شنو صار ما حاولتش تسال بعد ما عندي شيء هادي الخاص هذاك اي مسيج خلي عندي انا قول لنا عليهم شنو صار مسيج للتاريخ اكيد معناتها توا عندها 11 عام الحكايه اكيد اللي يهم لعبه تاعها هذا الشيء هادي ما عندي حتى معناه شيء انا قلت اي يمكن الامن خاف لا 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 توت الاحداث تفضوا باش يخرج الجمهور ويقفل المقابله افكتيفمون هو معناها نقولوا احنا ثلاث ارباع نتاع الجمهور خرج وبان ووصلنا للمقابله معناها والجمهور هذاك معناها اغلب الجمهور راهو جمهور الترجي تعرف قمع وحشي وقتها. نعم جمهور الترجي وقتها تعرف العمليه قمع وحشيه كانت من قوه الامن وقتها ما عملتوش رياكسيون ما عرفش ولا وقتها ما كان يتكلم حد ما تنجموش مش ما كان بالله تو هذا انت الجمهور انا ما كنتش موافق باش تكون رده الفعل عند الجمهور هكاك فهمتني على خاطر الجمهور انا عندي فكره اخرى الجمهور ساعات معناه التصرف نتاعو يكون غير عادي حتى قوه الامن عندك ما تقول فيهم التصرف نتاعهم ساعات يكون غير عادي نتاع استفزاز هذا وقتها كيف باش تحب تقول هذا عون امن انا والله من برا انا مجيد باسمي الخاص هو التجاوز منا ومنا لا تصير اعتذرت لدى قوات الامن قلت لهم سامحونا معنا شفت بعض اعوان امن مضروبين ومجروحين والى اخره فهمني اعتذرت لهم لكني ما اناش تحبوا هذا عون امن من 8 نتاع الصباح ولا 9 نتاع الصباح وفي استاد جد وكاكه على كسرول يخدم على روحه يا اخي ما فكر هذيك بعد يزيد يضرب خاطر شفتهم انا بعد هبطت وشفت
شفت جمهور الترجي مضروب وشفت عوان أمن مضروبين. شيء أسف هي مقابل كرة قدم أبريتو. صحيح. وبكسا علاقتنا مع حمامين فقط ممتازة، وأنا شخصيا أعطيتهم مرتين في جرة بعضهم صابر خليف سلفتهم. فهمتني؟ بتصير هكا. به مازلنا مواصلين معك سي بدين الحوار. نجم الساحي يتأهل على حساب نادي الجيش الرواندي 4 بلاش. بعد شوية ناخذ أنيس الكنين ناخذ هم ما صار كيف كيف صارت منافسة حتى اليوم بين يبدو أنه قال اعتداء على رئيس نجم الساحلي من قبل بعض قوات الأمن، تنحكيو عليهم بعد شوية. عاش عندك تعليق؟ لا حول ولا قوة هذا بالله. تناخذ أنيس الكنين بعد شوية في سوسة، ناخذ عنده أكثر تفاصيل. فاصل قصير وبعد مواصلين في زون ميكس حتى الخمسة.